دائما ما نفكر في المراحل المستقبلية بالنسبة للفريق، وكل مرحلة وليها ظروفها. يمكن مرحلة انتقال بعض اللاعبين للإعارة الخارجية أو بيع بعض اللاعبين دي مرحلة بتبقى خاصة بالمرحلة نفسها، وفي نفس الوقت هناك مرحلة أخرى إن شاء الله هتبدأ بعد نهاية الموسم اللي إن شاء الله مفروض ينتهي يوم 22 مايو إن شاء الله. بمجرد وصلنا إلى يوم 22 مايو إن شاء الله أرجو إن احنا نكون موفقين بإذن الله في الخطوات المتبقية، وهي كأس مصر ومباراتين من دوري المجموعات في مشوارنا الأفريقي، هو ده الهدف الرئيسي. هناك بعض المباريات المتبقية من الدوري العام، ولكن المباريات دي طبعا بتبقى مهمة جدا بالنسبة لنا، وإحنا شفنا إن أنا والجهاز الفني والجهاز الإداري واللاعبين بناخد الموضوع بمنتهى الجدية، لكن هناك بعض الفرص طبعا هتكون للاعبين وإراحة بعض اللاعبين بغض النظر على النتائج، ومع ذلك بننظر إلى النتائج برضو الحقيقة أفضل النتائج. لكن بانتهاء مرحلة يوم 22 أنا بجاوب على سؤالك، هيتم تقييم المرحلة اللي جاية بإذن الله بما فيهم اللعيبة اللي تم إعارتهم، بما فيهم اللاعبين اللي موجودين معانا، ويتم تقييم الموقف بناء على لو كان هناك قرارات جديدة بالنسبة لاتحاد الكورة في القائمة الجديدة وعدد القائمة الجديدة. كل الأمور إن شاء الله دي هتحسم طبعا بعودة البعض أو عدم عودة البعض، وتحليل أداء بعض اللاعبين اللي رحلوا للإعارة، لأن خلينا نتكلم إن هناك اجتهادات كثيرة جدا خاصة ببعض اللاعبين. أعتقد إن اللاعبين ما صرحتش بالكلام ده، في بعض اللاعبين بتقول إذا فكرنا في الرجوع فلازم يبقى لينا دور أساسي، وطبعا نعلم إن ده مرفوض تماما إن أي لاعب يعني يحط شرط على وجوده أو بقائه في القائمة باللعب أو عدم اللعب. لكن بالفعل احنا كجهاز فني بنقيم احتياجاتنا وبنقيم القايمه وبنقيم المراكز اللي عندنا واحتياجاتنا والافضل مين بالنسبه لنا، وعلى بناء على ذلك بناخد قراراتنا. يعني انا مش هتكلم، يعني انت طلبت طبعا ان انا اتكلم بمنتهى الوضوح، لكن يوم ما نقعد يوم 22 انا هقعد احلل كل الاسماء اللي انت بتقولها ديت في المرحله السابقه وفي المرحلة المستقبلية، ومقارناتهم بالمجموعة اللي موجودة معايا، واشوف الافضل بالنسبة لي ايه. لكن عشان اخد القرار دلوقتي اعتقد ان هو صعب جدا ان انا اخد قرارات نهائية بالنسبة للاسماء بشكل فردي. يعني انا بتكلم بمنتهى الوضوح، انا لم احسم اي موقف لاي لاعب من اللاعبين اللي تم اعارتهم الى الان، وكل ما يقال يعني بعيد عن صالح جمعة، كل ما يقال عن المجموعة كلها بعودة البعض أو عدم عودة البعض أو رغبتي في التدعيم بعودة ده بعيد عن الصحة، وأنا ما صرحتش بأي حاجة خاصة بأي لاعب. ناصر ماهر لا، طلبت إن عودته طبعا، يعني ناصر ماهر طلبت عودته وانتهاء إعارته لنادي سموحة بعد انتهاء الموسم الحالي. وخلينا ناخدها خطوات، يعني ناصر ماهر لما تم اعارته كان بدا يتمرن مع الفريق الاول من سنتين، وبعدين جت الاصابه الرباط اعتقد الصليبي، فكان لابد من اعطائه فرصه ان نتاكد اولا عودته لمستواه والتاكد من سلامته. وكل هذه الخطوات طبعا يعني يمكن تمت في الفتره السابقه، تاكدنا من انه سليم 100%، تاكدنا طبعا ان هناك نضج في طريقه ادائه نتيجه ان هو راح بتروجيت وبعدين تحول من بتروجيت الى سموحه، فاكتسب برضه خبرات. فبالتالي في الوقت الحالي كمان ونظرا للظروف اللي حصلت برضه في المرحله السابقه، اعتقد ان هناك ضروره واهميه لعوده ناصر ماهر طبعا للفريق الاول. وعشان اتكلم بصراحه طبعا اتكلمت سيد عبد الحفيظ وبلغت سيد ان هو يتصل بيه ويبلغوا رغبتي في عودته، وان احنا هنبعت بشكل رسمي لنادي سموحه هنخبرهم ان بانتهاء الموسم ناصر ماهر هيعود. وبالفعل تم الاتصال بينه، وتاكدنا اكتر من مره سيد عبد الحفيظ اتصل بيه، وفي بعض الاوقات كان يعني بيحفزه برضه وبينقله طبعا ان انا ليا رغبه في عودته مره اخرى للفريق الاول. عاوزين نتكلم على برضه بعض الحالات اللي تم زي حجازي، يعني حجازي بيع، يعني ودي كانت برضو من الصعوبات، وخلي بالك من احد الصعوبات اللي واجهتنا السنه دي برضو موضوع بيع حجازي والاصابات اللي حصلت للاعبين في هذا المركز بشكل متكرر، سواء لسعد سمير او رامي او محمد نجيب، فكان هناك صعوبه كبيره جدا.
لكن خلينا نقول ان حالات الاعراض اللي تمت عشان ابقى واضح ولابد يبقى كلامي في وضوح للجماهير وحتى للاعبين، ان هناك بعض الحالات اللي انا كنت شايف هناك صعوبة في اعارتها، لكن زي مثال هقول زي مؤمن، يعني مؤمن انا ما كنتش موافق ان هو يتم اعارته، لكن الحاح اللاعب وجلوس اللاعب معايا اكتر من مرة وتأكيده على رغبته في الاستفادة في الوقت الحالي، الاستفادة المادية والخروج في الوقت الحالي، هي دي اللي خلتني يمكن أكافئ مؤمن. أنا خرجت مؤمن عشان أكافئه، لأن الفترة السابقة هو قدم معايا بشكل كويس جدا، كان متميز، حتى الفترات الصعبة اللي أنا كنت بستخدمه فيها كان بيبقى مميز وكان بيبقى يعني فارق معايا في مباراة مهمة جدا، فبالتالي يمكن أنا كافئت مؤمن، وفي نفس الوقت خليت النادي يستفيد، لأن أنا استحالة لازم أكون هناك بعض المعايير لابد أحافظ عليها، استحالة كافئ اللاعب على حساب مصلحة النادي، فبالتالي يمكن مؤمن اتكافئ، ومن ناحية التسويقية ومن ناحية المادية النادي الأهلي برضو استفاد، فدي أحد الحالات اللي أنا يمكن كان فيها صعوبة بالنسبة للموافقة، لكن الحالات الأخرى كلها كان هناك أعتقد منطقية أن احنا نسمح لهم بالإعارة للاستفادة المادية في النادي، وفي نفس الوقت كانت ظروف مشاركتهم على فترات متباعدة، وفي البعض كان ما بيشاركش خالص، فكان الأفضل أن هم يشاركوا في أندية أخرى عن طريق الإعارة وعن طريق أن النادي يستفيد ماديا. طبعا نجح بكل المقاييس، ويمكن اعتقد ان إدارة النادي نفسها اشادت بيها، لان اذا جينا على الجانب الاخر نشوف فريق النادي الاهلي بالرغم ان دي اسماء مميزه اللي تم اعارتها لم يتاثر، بل بالعكس في ناس ظهرت بشكل وبقت عناصر اساسيه بالفريق. الفريق طبعا يعني اعتقد بفضل الله لم يهتز في اداء وفي تحقيق النتائج، فالحمد لله كلها كان قرارات صائبه الحمد لله.